Çıkayım. Umarım kafa rast kesiyorsun. Şükran. Tıfıdıl. Tıfıdıl önce. غادي نتفاهموا على الورد بابا فهمتي دابا وجلس حسام باباك يالله مات الله يرحمه اولا انا عارف هادشي تحتاج تعاود تقولوا لي سي يوسف تفضل الله يخليك نهار الشيطان قول شنو عندك درنا جرد الممتلكة ديال المرحوم سي الغالي وبلا ما نهضروا على هاد الفيلا اللي هي السمية ديال لالا رقية الله يرحمه كتب لي هالفيلا ديال مراكش وديال الرباط وبعض الممتلكات شي نتقنا وبالنسبة لباقي الأملاك من أصول العقارات والأسهم ديال الشركة والفلوس اللي كاينين في لي بنك غادي تقسم حسب الشرع على الورثة الشرعيين السي حسام الإبراهيمي والسي يوسف الإبراهيمي ولالا رقية زوجة المرحوم وبيان سور من بعد ما غنحيلو منها لي كريدي ديال الشركة اللي هما كتار نعم اللي هما كتار افيكتيفون هما كتار كيما كتشوف صافي عافاك جيني من الآخر هذا المحامي ديال العائلة قسمو كاع المسائل اللي كانوا عند بابا هادشي هو اللي جا في حق فهمتي ها هو الدوسي ديالك سني خد فلوسك احسن لك ما بغيتش نعاود نشوفك هنا في الدار فهمتي شكون اللي قال لك انا باغي نبيع انا باغي نبقى في خدمتي اللي حطني فيها الوالد الله يرحمه ديريكتور اكزيكوتيف الذي الخدمه اللي كنتي كدير الشركه عامره بالكريديات كامله والله الا زوينه هادشي شوف يا يوسف انا غنجيك من الاخر بابا هو اللي عطاني تولى الشركه وماما الله يخليها ليا راسنات ليا الوكاله خذ حقك ما نعاودش نشوفك هنا في الدار